بعد 40 عاما على إطلاقها، ما زالت أغنية هويا الأزرق عالقة في أذهان عشاق الكرة الكويتية. الزميل مناف الفضلي التقى الطفل الذي ظهر في هذه الأغنية وعاد لنا بالتقرير التالي بعدما كبر الطفل. هويا الأزرق أغنية لن ينساها عشاق المنتخب الكويتي، إنها أغنية زمن المجد. رافقت هذه الأغنية منتخب الكويت خلال ذروة انتصاراته، كتبها عبد اللطيف البناي وغناها غريد الشاطئ وعبد المحسن المهنا. العب بالساحة يا كويت يا كويت. هذا الطفل اكتسب شهرة من خلال ظهوره في الأغنية، لكنه اختفى مع اختفاء إنجازات الأزرق. كاميرا العربية وجدته صدفة في بطولة الخليج، أتى الخليفي من زمن المجد ليرى ما آلت إليه كرة القدم في بلاده. كانت أوي الأبيض، بس أعتقد كنسلت الحفلة اللي عندهم أو شيء بالنادي، فبعدها هني كان في 76 بطولة الخليج، وكان تقريبا الكل بالكويت أيام قبل ضامنين إنه منتخب الكويت راح يجيب الكاس، وبعدها سبحان الله جابوا البطولة، اشتهرت لأن رافقت إنجازات. علي الخليفي ما زال يتذكر تفاصيل هذه الأغنية بالرغم من مرور 40 عاما على إطلاقها. شلون تعاملت مع الشهرة بذاك الوقت؟ صغير للحين، مو يعني مو بالي ألعب كرة، بالي يعني لما كانوا يصورون كنت أنا أصلاً قاعد أشوت بالكرة، مو بالي حتى التصوير هذا، لأن أحب الكرة من وأنا صغير. يعني هل كنت متوقع أن الأغنية هذه ممكن تضرب وتنشر لأربعين سنة قدام؟ لا، هو هذا الغريب، هذا غريب بهالأغنية في الموضوع، إنه حتى أستاذ عبد اللطيف بناي لما طلع بمقابلة وقال، وحتى ملحنها يوسف المهنة عملوا هيدو، عملوا أغنية ثانية أغنية هيدو، وعمل أغنية ثانية الظل لها رونق أو الأزرق، ما تدري ليش. يا عيال ديرتنا، أوه زرق فنيلتنا. تغير الزمان وتغير حال كرة القدم الكويتية، غير أن صورة الطفل الخليفي ما زالت تزرع الأمل بعودة زمن الانتصارات. أيام غني خالدة زي ما بيقولك، لازم يكون جميل معنا أيام إبداعات المنتخب، راح المنتخب.